دخلت منى سيد زيان ابنة الفنان الراحل سيد زيان الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث كتبت شقيقتها إيمان سيد زيان عبر حسابها على الفيسبوك قائلة: أختي منى في الرعاية المركزة، أسألكم الدعاء لها. ونشرت الصورة اللي احنا شايفينها ديت، ربنا يشفيها ويعومها بالسلامة. وكانت مؤخرا إيمان ابنة الفنان الكبير سيد زيان نشرت 9 يناير 2021 الصورة ديت لأخوها محمد، ووراه صورة والده الفنان سيد زيان، وكتبت: البقاء لله، توفي الآن أخي محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجهه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمي وأبي في الجنة يا حبيبي، أسألكم الدعاء لشقيقي محمد، الله يرحمه. وبرضو في صديقه نشر الصورة الجميلة دي ليه، وجنبه صورة والده. إيه رأيكم في شبه بينهم؟ الله يرحمهم. وهنشوف بقى أسرار عن سيد زيان أعتقد ما تعرفوهاش. لا يختلف أحد على موهبة الفنان الراحل سيد زيان، فقد كان له أسلوبه المميز في الكوميديا بجانب مواهبه الأخرى في الغناء وإلقاء المواويل. واستطاع هذا النجم الراحل أن ينافس عادل إمام في المسرح الذي بدأ به حياته الفنية مع فؤاد المهندس في سيدتي الجميلة. كما أن له الكثير من القصص والحكايات، منها مثلا قصة اكتشافه لنجم الكوميديا محمد هنيدي، واليوم 13 إبريل هو ذكرى رحيله عام 2016 الله يرحمه. كان نجم كبير من نجوم الشباك في المسرح، فكان مسرحه ممتلئا على آخره في شهور الصيف وكامل العدد، حتى أن معظم المسرحيات تعلق عملها في موسم الشتاء، إلا أنه هو وعادل إمام الوحيدان اللذان يقدمان مسرحياتهما حتى في موسم المدارس والشتاء وبنجاح ساحق. كان منافسا شرسا للزعيم في المسرح، وقدم الكثير من المسرحيات، منها مثلا العسكري الأخضر، فهلوي، الباراشوت، القشاش، كحيون ربح المليون، خد الفلوس واجري، واحد ليمون والتاني مجنون، وغيرها من الأعمال المسرحية الكوميدية الناجحة. هنا مع عادل إمام في فيلم المتسول، وهنشوف أسرار تانية عنه. الفنان الراحل سيد زيان كان عندما يتوسم موهبة في ممثل كوميدي كان يمنحها له، وهذا ما حدث مع الفنان محمد هنيدي، فكان سيد زيان هو أول من قدم الفنان محمد هنيدي في مسرحية أبو زيد عام 1985، ومن بعده قدمه في عدة مسرحيات معه، حيث تنبأ له بمستقبل فني كبير. وقد كان بالفعل، وقدم أيضا الفنان أحمد آدم في بداياته وساعده حتى نال البطولة. هنا مع هنيدي سعيد عبد الغني، كان فنان كوميدي جميل. الفنان الراحل سيد زيان كان له صوتا جميلا معبرا، فقد كان والده يعده ليكون مقرئا للقرآن، فقد حفظ القرآن كله وهو صغير، وكان صوته قوي يشكله كيف يشاء في تلاوة القرآن، وكان قبل مرضه يذهب متخفيا لحضور دروس الدين ومجالس المشايخ، وقد أدى فريضة الحج أكثر من مرة، وقام بعمل العمرة لأكثر من مرة أيضا، وبعد مرضه تفرغ لاستعادة ما كان يحفظه من القرآن عن ظهر قلبه، وحقق حلم والده عندما ختم القرآن وأصبح لا يفارق لسانه، واستمر رفيقا له حتى توفي في أبريل 2016. رحلت الأربعاء 7 أغسطس 2019 سيدة زهيرة أرملة الفنان الراحل سيد زيان بعد صراع طويل مع المرض. وكانت أرملة الفنان قد تعرضت لأزمة صحية خلال الأشهر الأخيرة، وتم وضعها تحت الملاحظة لفترة طويلة بأحد مستشفيات القاهرة. هي هنا وهي في شبابها، هي هنا وهي بعد ما كبرت، هنا أثناء تكريمه من المركز الكاثوليكي. أول واحدة على اليمين دي بنته، وبعد كده مراته، وبعد كده نهال عنبر. هنا صورة نادرة ليه مع بناته.
فارق الممثل الكوميدي المصري سيد زيان الحياة صباح يوم الأربعاء 13 إبريل 2016 عن عمر يناهز 73 سنة بعد معاناة شديدة وصراع مع المرض لسنوات عدة. وكان سيد زيان يصارع المرض لما يزيد عن 10 سنوات، حيث أصيب في عام 2003 بجلطة في المخ سببت له شللا نصفيا، وهو الأمر الذي أبعده عن الحياة الفنية. ده الراحل سيد زيان، صور نادرة ليه، الله يرحمه. ويعد الفنان المصري الراحل سيد زيان من النجوم أصحاب الطابع الخاص على الشاشة، والذي ميزه عن غيره من نجوم الضحك، فبرز بينهم ولقبه النقاد بقشاش الكوميديا. ذكرى رحيل نجم الكوميديا سيد زيان تأتي في 13 من شهر يوليو كل عام، وقد أحيت ذكرى ابنته الكبرى إيمان من خلال رسالة عبر حسابها الخاص، عبرت من خلالها عن اشتياقها الشديد لأبيها الراحل وعن تذكرها الدائم له طوال الوقت، وأكدت أن السنوات الماضية مرت عليها بصعوبة. ابنة سيد زيان في ذكراها الثالثة طالبت كل جمهوره بالدعاء له بالرحمة، وأيضا طلبت الدعاء لشقيقها الراحل أيمن سيد زيان بالرحمة. سيد زيان ظل مريضا لسنوات قبل أن توافيه المنية، حيث أصيب بالشلل، وكانت وفاة نجله أيمن لها تأثير سلبي عليه، فأصيب والده بالحسرة بعد وفاته، وبدأت مرحلة تدهوره الصحي. الفنان سيد زيان لديه 7 أولاد، وهم منى وسامية وإيمان وحنان ومحمد وداليا وأيمن الله يرحمه. وترك سيد زيان لهم بعد رحيله قطعة أرض مساحتها 16 فدانا بالإسكندرية فيها فيلا وثلاجة لحفظ اللحوم، هذا بالإضافة إلى مزرعة مقامة على مساحة 21 فدانا بالإسماعيلية وشقة تمليك بمنطقة ميامي بالإسكندرية، وبعض الوحدات في العقار رقم 198 بشارع البحر الأعظم بالجيزة والمعروف باسم عمارة سيد زيان، حيث يقيم في الطابق الأول بالكامل بما يتضمنه من مكاتب مؤجرة. كما كان يمتلك سيد زيان الطابق الثاني عشر بالكامل وشقتين بالدور الثاني بعد الأرضي مؤجرين لإحدى الشركات، ومحلات بالدورين الأرضي والأول في العقار رقم 202 من شارع البحر الأعظم، وسيارة مرسيدس ووديعة قيمتها 100,000 دولار أمريكي بالبنك العربي فرع الإسكندرية. وعليكم صور الفنان سيد زيان مع زوجته وأبنائه، هنا مع مراته الله يرحمها توفيت النهاردة، وهنا مع بنتين من بناته وابنه، دي مراته، هنا مع مراته وأبنائه. من ناحية أخرى كان قد قام الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والفنانة نهال عنبر بزيارة الفنان سيد زيان بمنزله في الجيزة لرفع الروح المعنوية لديه. هنا أدي نهال عنبر على الشمال مراته بعديها، وهنا أب بطرس دانيال وهو بيكرم سيد زيان وبيحاولوا يرفعوا الروح المعنوية قبل رحيله. تبقى لفتة جميلة وبسيطة بتفرح الناس اللي أسعدونا طوال عمرهم. ودي صور من التكريم. سيد زيان فنان مصري اسمه بالكامل سيد زيان عطية سليمان، ولد يوم 10 أبريل عام 1942 في حي الزيتون بالقاهرة. التحق بمعهد الطيران حيث تخصص في هندسة الطائرات، ثم عمل بالقوات الجوية في القوات المسلحة المصرية. مع بداية الألفية الجديدة في عام 2003 أصيب الفنان سيد زيان بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفي، مما أبعده عن الأضواء في السنوات الأخيرة، لأنه تعرض لأزمة صحية مرة أخرى بعدما تحسنت صحته وأصبح يسير بمساعدة العصا، ثم دخل على إسراع المستشفى للعلاج. الله يرحمه. هنا بقى قبل رحيله، وهنا في المستشفى. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.